نرجع تاني مع الكابتن احمد سليمان، وطبعا يعني شفنا التقرير وبنبارك للكابتن احمد سليمان طبعا على نجاحه ونجاح القايمه الموحده اللي كانت طبعا معموله بقياده الكابتن حسين لبيب، وحب كابتن احمد سليمان لنادي الزمالك ان هو الراجل مش قصه تراجع ولا حاجه، ولكن هو شاف ان كابتن حسين لبيب، وهنعرف منه الكلام ده طبعا، والقايمه دي هي اللي هتقدر تخرج نادي الزمالك، فما بصش لمصلحه نفسه ان هو يبقى عضو مجلس اداره ولا رئيس نادي ولا نائب رئيس، راجل بيحب نادي الزمالك وعايز يعمل حاجه لنادي الزمالك، فقرر الخوض كعضو مجلس اداره مع الكابتن حسين لبيب في قائمته، يعني نجاح القائمه، وبنبارك طبعا للقائمه كلها. كابتن احمد منور، اهلا بك كريم، وحشني. الف مبروك. بقى لي فتره ما شفتكش وشفتك اخيرا في الانتخابات اللي فاتت، و بشكرك يعني بصفه شخصيه على انت جيت دعمت القائمه بالكامل ووقفت معانا، وده اللي خلاني النهارده اكون حريص اكون موجود معاك. يمكن بقالنا فتره ما طلعناش معاك، لكن وجودك ودعم للقائمه يشجعني، رغم ان تعرضت لهجوم جامد جدا من جمهور الزمالك ما عرفوا انا جاي عندك. لكن انا عارف ان انت راجل زملكاوي كويس جدا، عندهم بعض الافكار اللي انت مش على طول دينات الزمالك الاعلام في منافسه كبنك اهلي كراجل يعني منافس لينا في بعض الماتشات، لكن في الاخر انا عارف ان كريم زملكاوي عشق نادي الزمالك من والده اللي انت كنت لاعب لاخوك اسلام كان لاعب، فانت تاريخ في نادي الزمالك، وان شاء الله الصوره الفتره الجايه اتمنى منك هو بس شخصيا. كان في مشاكل مع مجلس لا مجلس موضوع سوري ده في الكوره كده هنتكلم فيه، لكن قبل كده كان يعني في شويه المانيا طبعا مشاكل مع احنا بنحاول احنا مسؤولين سابقين في نادي الزمالك، وده اللي عملنا مش من ناحيتي انت يعني عشان كده بقول لك انا بشكرك على مجيئك الانتخابات اللي فاتت، انا نزلت مرتين انتخابات انت مره ما ظهرتش، وفي ناس كتير ما ظهرتش. المؤتمر الصحفي اللي عملته القايمه شفت رموز واسماء تقيله جدا في نادي الزمالك حضرتك. انا كنت عايز اجي بس كان في مواجهه قبليها في ماتش في الدوري ما كنتش عايز تيجي، بس ما كانتش هتبقى مناسبه يعني. كان كنا الخميس باين او انت عندكم ماتش، فكنت عايز تيجي بس قلت بلاش بعد الماتش، رحت عملت لنا مشكله مع المدرب بس مش مشكله. المنافسات في الملعب ده شيء وارد يعني طبعا، لكن طبعا احنا بنقرب من كل الاعلاميين وبنمد ايدينا للاعلام زيك انت، وانا عارف انت راجل زملكاوي يعني سيبك من الناس اللي بتتكلم وكده، كريم زملكاوي يعني انت ساعات بترقص علينا شويه. لا انا بقول انا هنا في البرنامج ساعات بترقص علينا شويه. الزملكاويه عايزين ايه؟ انا هقول لك، بس عايزيني دايما اكون مع الزمالك في كل حاجه، احنا في قناه محايده هنا قناه الحياه طبعا، ففي ساعات انا كنت بنتقد قبل كده مجلس اداره السابق، مجلس اداره نادي الزمالك السابق في بعض الحاجات، واعتقد ان كان مش عايز ارجع يعني بالورا طبعاً، ان كان في الكلام اللي انا كنت بقوله كان مظبوط والايام اثبتت الكلام ده، فبقت في حساسيه شويه طبعا، عشان كده احنا يعني بنبتدي صفحه جديده وننسى اللي فات كلنا والوضع اللي جاي. انا اسعد واحد على فكره بوجود القايمه دي، كلمت كابتن حسين لبيب في التليفون قبل الانتخابات وقلت له انا كذا، وانت عارف حضرتك يعني عارف شعوري مظبوط، وعارف ان الناس دي هي اللي ان شاء الله هتكون مناسبه لنادي الزمالك، وده فعلا القايمه الحمد لله قايمه محترمه جدا، وطبعا لا يقل من الناس اللي حصل لهم ما حصلهمش نصيب طبعا، ناس محترمه جدا وناس كافحوا معايا على المستوى الشخصي، انا العتال عبد الله جورجي ومصطفى عبد الخالق حسين سمير، ناس كلها محترمه ومحبين نادي الزمالك، وقفوا وقفات كبيره جدا معانا، لكن في الاخر هو الجمعيه العموميه بتختار والناس كلها دلوقتي سبورت معانا وبندعم. لا وواضح كمان يعني مع احترامي لكل المرشحين ان كان في اجماع من الجمعيه العموميه والجماهير نادي الزمالك ان القايمه دي تكون موجوده خلال الفتره القادمه برئاسه الكابتن حسين لبيب، ان حتى في لما نشوف الاصوات في الانتخابات يعني فرق كبير جدا لا انتوا قريبين من بعض كقايمه، لكن ما بينكم وما بين المرشحين الاخرين لا يعني منافسين اضعاف الاضعاف يعني. يمكن بتاع تاني العتال وكابتن هشام شويه ناصر، لان طبعا العتال تاريخ في نادي الزمالك على طول بياخده وعنده شعبيه قديمه، يعني شخصيه محترمه جدا ومتواصل مع الناس، لكن طبعا في الاخر الناس شافت الصح ان هي القايمه كلها هي اللي تكون موجوده، وفي نفس الوقت شافت القائمه لانها فيها قامات محترمه طبعا، شايفها كابتن حسين لبيب بتاريخه ككابتن الزمالك ومصر في الهاندبول وكمدير البطوله لكاس العالم، الكابتن هشام نصر كذلك وكان رئيس اتحاد اليد في ايام كاس العالم ولاعب كبير جدا في نادي الزمالك، الدكتور حسام المندوه ابتداد لوالده راجل نائب برلماني وتاريخ، هاني بيرزي شخصيه ظهرت قريبا في نادي الزمالك حازت على احترامه وحب جماهيره واعضاء الجمعيه، هاني شكري تاريخ كبير جدا مع نادي الزمالك فترات كبيره جدا من الناس اللي في نادي الزمالك، عمرو ادم شخصيه غير متكلمه لكن بيخش القلب
جمهور الزمالك والاعضاء حبونا رغم ان هو قليل الكلام. حسين السيد طبعا نجم في نادي الزمالك وبطولات. محمد طارق معانا وقف معانا المره اللي فاتت بامانه واثبت وجوده وخد اصوات كويسه وعلى طول متواجد في النادي. ونيجي للثلاثه الكبار اللي تحت السن بقى، انا بسميهم كبار بس هم الحته تحت السن دي بقى احنا صغيرين زيهم يعني. نيرة الاحمر طبعا تاريخ العيله كلها والاعلاميه طبعا الجميله والمحترمه وعندها فكره عاليه جدا. بنت كابتن مصطفى الاحمر النجم الكبير واخت احمد الاسطوره احمد الاحمر. لكن هو طبعا دي اضافه ليها، لكن هي كشخصيه كويسه جدا واعلاميه محترمه ومثقفه وعندها فكر وكانت لعيبه هاندبول. نيجي للشخصيه اللي هتطلع بسرعه الصاروخ، حاجه محترمه جدا، احمد خالد، حاجه في منزل الدعايه والاعلان حسنين وعيله كلها كرويه، عمه رئيس نادي الترسانه وابن عمه محمد طارق عضو مجلس اداره. والشخص بقى المتحرك جدا الجميل رامن صوحي، حاجه جميله جدا، واحد من الجماهير الزمالك من وايت نايتس شويه نايز جماهير الزمالك يعني الزمالك يعني على طول. تربي راجل زملكاوي وزملكاوي عايز يصحى من الصبح يخش النادي يخدم في النادي لغايه بالليل. فالناس شافت الرؤيه في هذه المجموعه ان شاء الله يكون عنده حسن. وواضح برضو ان جماهير عموم نادي الزمالك اختارت القايمه ان هي مش عايزه اي مشاكل، مش عايزه حد يجي من بره القايمه يبقى في اختلاف، اختارت قايمه يعني بتفكر بشكل واحد بسياسه واحده. واعتقد كمان يا كابتن احمد غير ان الناس محترمه، الناس مؤهله اداريا ورياضيا لاداره نادي الزمالك. ما زي ما قلت لحضرتك في التاريخ اللي انا قلته من شويه السي في بتاع كل واحد يعني طبعا اقعد فيه وقت، لكن هو ده الملخص السريع. وفي هارمون وفي نفس الوقت قائمه موحده كان بتضم الكابتن حسين لبيب في لجنه جت فتره للكابتن حسين لبيب وحسام المندو وهاني بيرزي وحسين السيد. والقائمه اللي كانت معايا في 2022 هاني شكري، محمد طارق، هشام نصر، كانوا مجموعه، فهي حصلت اندماج بين الاثنين. في الاخر احنا كلنا زملكاويه طبعا يعني بنحب نادي الزمالك، ونادي الزمالك هو اللي عمل اسمنا وكبرنا يعني. كابتن احمد سليمان، مش عايز ارجع لورا واقول لك بقى انت نزلت عضو ويعني كنت بتنزل ريس مرتين ورا بعض، لكن اكيد ليك برضو يعني تفكير في النقطه دي لازم توضحه للناس بعد بقى نجاح القايمه. والله الفكر زي ما بنتكلم فيه احنا ناس زملكاويه، يمكن انا غير يعني بصيت للناس على مستوى اللعب. الكابتن حسين لبيب، الكابتن هشام ناصر، حسين السيد ادوا في الملعب، انا ما اديتش في ارتباطي بنادي كمدرب. ما انا بقول لك ارتباطي في نادي الزمالك وانا عندي زي ما انت كتبت التاريخ دوت شفته اللي بقاله انت دول 30 سنه. جبت صور مع مقاي وفاروق سنه 89 خدنا دوري وانا لسه عندي ما كملش 28 سنه، وكان زمان مدرب حراس مرمى الزمالك، مدرب حراس مرمى الزمالك، والزمالك واخد 7 دوري. انا كنت 7. اللي بعديها كابتن الجوهري خدنا بطوله افريقيا، دي كانت ثالث بطوله افريقيا كنت انا فيها، فبعد لسه ببتدي حياتي واخد ثالث بطوله افريقيا للزمالك. اول سوبر افريقي خدته مع كابتن الجوهري. اعتقد اصغر مدرب حراس مرمى اشتغل في نادي الزمالك لو الزمالك في مصر كان صح. انا قعدت حوالي 10 سنين امرن واقول لك ده اصغر واحد في الجهاز. بعد كده بتكبر. فالتاريخ دوت السي في اللي انت شفته ده ارتباطي باسم نادي الزمالك اداني ايمج قوي جدا، اداني باور ان اقدر اروح بعد الزمالك اقدر اروح المنتخبات. اشتغلت منتخب الاولو الشباب خدنا ثالث افريقيا، وطبعا كابتن شوقي غريب وحماده صدقي اخواتنا وعشره، وخدنا معاهم ثالث افريقيا وثالث العالم اكبر انزال زي ما انت جبت الكوره بتاعت اليماني. وبعد كده بقى العدد الكبير مع اخويا الكبير اللي كان مدربي واخ عزيز عليا انا شخصيا كابتن حسن شحاته، خدنا بقى ثلاث افريقيا وكاس القارات وحاجات اللي يعني مش عايزين نطولها. فارتباطي بنادي الزمالك فعشان في هذه اللحظه حسينا ان نادي الزمالك بعد صراعات الفتره اللي فاتت وبعض المشاكل، احنا مش عايزين صراعات. كان الناس بتراهن ان بعد فتره معينه ان نادي الزمالك لما تمشي اداره نادي الزمالك ده هيتحول لغابه او منظر مش كويس. لا الحمد لله انا مبسوط من الاعلام المصري، حضرتك وبعض زي سيف زاهر وكل الاعلاميين في اداره نادي الزمالك الصراحه اظهروا الجانب الايجابي لنادي الزمالك. شفنا المنافسين بيقعدوا مع بعض وكلنا ساعات بتجمع انا وهاني العتال من هو نازل مش معانا، شوف كابتن هشام نصر بيسلم علينا العتال، الحاج مجدي العتال والد هاني بيقابل الكابتن حسين لبيب بيسلموا على بعض، احنا كلنا واقفين بنهزر بنضحك. وبعد والحاجه الاحلى بقى ان بعد الهزيمه الناس بتزعل، مفيش نتيجه اعلنت من هنا، بيانات من كل المرشحين صح. اولهم هاني العتال ومصطفى عبد الخالق وحسين سمير كلهم تمنوا هشام نصر تمنوا التوفيق للقائمه، وده الموجود عكس رهننا ناس رهنت ان نادي الزمالك هتحول لغابه وصراع قوي جدا. فتجنبنا هذا الموضوع لان حبنا نادي الزمالك
في فترة من الفترات لازم كله يعني يبص لمصلحة النادي، ما يدورش على مصلحة شخصية، وده كان موجود من ناس كتير جدا. فالحمد لله يعني انا راضي باختياري، رغم وطبعا الحمد لله طبعا الحاجة يعني ساعدتني انا شخصيا ان الناس قدرت احمد سليمان على مستوى في 2014 لما خدت ارقام كبيرة برضو عن اي حد في 2014 الانتخابات 2014 على الرئيس عن الرئيس وعن ثلاث رؤساء اللي كانوا مقدمين، مرتضى وكمال درويش وروف جاسر والاعضاء كلهم يعني الحمد لله. فكان تقدير مني، والارقام الكبيره اللي خدناها في 2017 واخد 16000 صوت، في 2022 واخد 17000 صوت، النهارده الرقم ده وسامه على صدري. وبرضه اثبتت ان لا يمكن في 2017 و2022 ان يحضر 47000 في 7 ساعات بنفس الوقت. ممكن 2017 عشان كان على يومين ماشي، لكن الكارثه الكبرى كان وده لازم الناس تفتكرها للتاريخ، ان يجي 7 وشفنا الزحام وحياه جيت وشفت الزحام كان عامل ازاي وباكتر، وفي نفس الوقت جه ما كملناش 23000. النادي الاهلي كان السنه اللي قبلينا برضه نفس الزحام 23000، احنا مش استاد القاهره عشان يجي 47935. يعني انت بتشكك في العدد اللي جه في الانتخاب بتاعت 2017؟ يعني هو بقى احنا بنتكلم المخاطب الشخص العادي، يعني في 7 ساعات بيجي في ساعة صوت 8000 ساعة 8000 وشوية، في الدقيقة 196. طيب خلاص خليني اقول لك، الحب ده والتقدير من الجمعية العمومية للكابتن احمد سليمان وما شاء الله الاصوات اللي انت خدتها، بعد ما نجحت كده ويومين استريحت وكده، بدأت تحس بالقلق عشان تقدر يعني الثقة اللي الجمعية العمومية اديتها لك واديتها لك القايمة، وانتوا عندكم ملفات صعبة جدا؟ يعني بص انا بقول لك اهو من دلوقتي الله يكون في عونكم، بس انتوا داخلين وعارفين اللي هتواجهوه في نادي الزمالك والازمات والمشاكل والحاجات كلها اللي احنا عارفينها. حسيت بشوية اليومين اللي فاتوا كده بعد النجاح وبعد الثقة الكبيرة دي بشيء من القلق اللي انت عشان يعني ثقه الناس دي كلها؟ يعني عايز اقول لك كريم، مفاجاه، اقسم بالله بعد النتيجه اعلنت بقيت شايل الهم. انت ما نمتش ولا اكس شكلك ما نمتش؟ لا بقيت شايل الهم جامد جدا. يعني 2014 ما كنتش شايل الهم، وحتى لو ما حصليش نصيب لا شايل الهم كبير قوي، وعمال افكر في كل حاجه، وبقيت تحت المنظار قوي، والناس مستنيه منك كتير ومستنيه من القائمه كتير. فالتوتر ده شيء طبيعي والقلق ده شيء طبيعي، فالقلق ده ان شاء الله ربنا يسهل، لكن في مسؤوليه كبيره جدا. لكن القلق موجود، وما لغايه دلوقتي يعني ايه ما حسيتش بفرحه الفوز غير بحب الناس، يعني مع دي المعلومه اللي جت جوايا. بس شالتنا هم الجماهير وشالتنا هم اعضاء الجماهير، مسؤوليه كبيره جدا. بس عندنا 4 سنين، ربنا يسهل ان شاء الله يرجع نادي الزمالك الايمج بتاعه للبراند بتاعه على المستوى العربي والافريقي والدولي، ويرجع الزمالك على منصات التتويج وبكل البطولات، ويبقى نادي رائد رياضي على المستوى العربي والمستوى الافريقي. بس عايزين نفهم الناس، سواء المشاهدين العاديين او اعضاء الجمعيه العموميه في نادي الزمالك او جماهير نادي الزمالك، اللي المجلس نجح بس مش هتعمل كده، الزمالك هيتظبط. انت عندك شغل كتير جدا وعندك مراحل وعندك وقت عشان تقدر تحل المشاكل، يعني مش في لحظه كده مجلس نجح فخلاص الدنيا هتبقى حلوه. لا عايز افرق بين 2014 و2023. 2014 كان 10 سنين الزمالك واخد 2 كاس. ايوه. فعشان كده سعيد بكل الطرق وغيرت جلد الفريق كله. وانت في 2014 فجبنا 18 لعيب، لان كنت عايز تغير الجلد، وده اللي حصل. حافظنا على بعض الناس وقدرنا ناخد 2 دوري، 2 دوري، واخدنا الدوري والكاس. ايوه مع مستر فريق. المره دي حصل بعض البطولات لكن حصل اخفاقات، فالقوام الاساسي موجود بنسبه كبيره جدا. انا مش بتكلم على الكوره بس، انا بتكلم على حل المشاكل كلها داخل نادي الزمالك. من ضمنها الكوره، وفي نفس الوقت المشاكل لغايه دلوقتي هو فرع واحد على مستوى الاجتماع، فرع واحد بس، مفيش فروع تانية. عندنا ارض تتاخد ترجع تتاخد، حجز، ما هو النهارده حجز على الارصده من الضرايب، النادي الارض اتسحبت اكتر من مره، كفو قيد. لكن انا مش عايز اتكلم في حاجات سلبيه، وانا يعني مش عايز اعمل احباط، لا احنا عندنا مشاكل هنحلها، تفائلوا تفائلوا، هنعمل حاجه كويسه، هنعمل حاجه كويسه، هنقاتل بكل، وده المجلس ده ربنا يسهل. لو عدينا بالنادي بر الامان هيكتب له في التاريخ طبعا، لان احنا مرحله صعبه جدا، ومش عايزين نقول حجم، يعني حتى لغايه دلوقتي ولا عايزين نطلع بيان احنا لنا ايه في النادي ولا استلمنا ايه، لا خلاص احنا خدنا البيت، وهنحاول بكل الطرق بقوت من قوه اللي احنا نرجع نادي الزمالك، وان شاء الله ننجح باسم القايمه، ومش القايمه بس،
ناس كتير جدا زملكاويه بيحبوا نادي الزمالك وابتدوا من فتره وهيبتدوا تاني وان شاء الله اللي جاي احسن. يعني يبقى في معاونه لمحبين نادي الزمالك حتى لو مش في مكان المسؤوليه، لكن هيكونوا معاكم في المجلس. والله دي الظاهره موجوده في ناس. شفت الاستاذ محمد الاتريبي النهارده رئيس لجنه الاستثمار موجود في نادي الزمالك، راجل تاريخ، لكن ظروف عمله كنا عايزينه معانا في المجلس، لكن تاريخ عمله ظروف عمله صعبه، لكن في ناس وبيكون لجنه محترمه، وفي ناس يعني هتاخد عافيه في يوم من الايام. يعني مثال زي الاستاذ ممدوح عباس، مش عايز اقول لك يعني حاجات لا يعلمها احد. هو الراجل رافض، بس يعني برضه في يوم من الايام هنشرح للناس، بس لما نقف على رجلينا في اسماء مش اعضاء في نادي الزمالك، مش اعضاء وعملوا حاجات كتير اول فتره اللي فاتت كتير جدا يعني. فده موجود بصفه مستمره ان شاء الله الفتره، واحنا هنجذب الناس كلها وهنفتح صدرنا للناس كلها ونحاول كل الناس يكونوا موجودين بنسبه كبيره داخل نادي الزمالك خدمته كلنا. فده الحاجه الجديده اللي موجوده في نادي الزمالك. طيب هنطلع فاصل يعني في كلام كتير هسأله لك، ان الجماهير في ناس كتير قاعده عايزه تعرف هتعملوا ايه في حاجات كتير جدا، واللعيبه والقيد وايقاف القيد والحاجات دي، لكن هنرجع من الفاصل على بيت الكابتن احمد سليمان واسره كابتن احمد سليمان ونشوف بقى رايهم ايه في الانتخابات وفي كابتن احمد سليمان. طلعنا بره الشده بتاعت الكوره دي يعني. نطلع فاصل وبعدين هنرجع على بيت كابتن احمد سليمان لايف، اسره كابتن احمد سليمان، ونعمل حوار معاهم كده مع زميلي العزيز طبعا مراسلنا احمد المصري. نرجع تاني مع بعض ونروح بقى لمنزل كابتن احمد سليمان واسره كابتن احمد سليمان مع مرسلنا وزميلنا العزيز احمد المصري. تحياتي ليك طبعا كابتن كريم، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي الكوره كل يوم على شاشه قناه الحياه في كل مكان، وطبعا برحب بضيفك الجميل كابتن احمد سليمان، واحد من نجوم نادي الزمالك ومنتخب مصر، اللي بنقول له الف مبروك بقى سياده العضو، بقى عضو مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله مع المجلس الجديد نادي الزمالك يقدر يتخطى كل ازماته ويحقق كل احلام وطموحات الجماهير البيضاء في كل مكان. طبعا كان لازم نبارك بقى لاسره كابتن احمد سليمان، وطبعا هنبدا بالسند دايما وست الكل المدام، برحب بحضرتك طبعا على شاشه قناه الحياه، بنقول لك تحيات كابتن كريم وكابتن احمد سليمان، وبقول لك مبروك، وكلمنا بقى عن فرحه انتصار القايمه وفرحه عوده الكابتن احمد سليمان تاني لنادي الزمالك. الحمد لله طبعا على النتيجه اللي احنا وصلنا لها دي، والفرحه طبعا لا تتوصف ابدا مهما نقول لك، يعني فعلا فرحه كبيره جدا ومن قلبنا، والحمد لله ربنا نصره ورجع له حقه، وهو يستاهل كل خير لانه فعلا انسان بمعنى الكلمه، محترم بمعنى الكلمه، يعني مهما اقول له مش هوفي له حقه ابدا. والف الف مبروك على المنصب الجديد، وطبعا انا عارفه ان هو كان يعني لو حتى نادي الرئيس كان هينجح وهيكتسح، بس هي طبعا الكابتن ما بقاش فارق معاه مناصب قد ما يفرق معاه خدمه نادي الزمالك. عشتوا ازاي الفتره اللي فاتت مع كابتن احمد وهو بعيد عن نادي الزمالك والمشاحنات اللي كانت حاصله؟ والله هو كان الاجواء ما كانتش حلوه خالص، هو طبعا يعني الله يكون في عونه، يعني هو طبعا قضى الفتره دي كلها الله يكون في عونه، كنا احنا حاسين بيه طبعا، بس طبعا ما كناش نقدر نقرب له على قد ما نقدر، ان احنا كنا بنوفر له راحه في البيت لان هو كان فعلا مشحون. فقعدنا طبعا احنا كمان نصبره ونصبر لغايه ما لقينا الحمد لله الفرحه الكبيره والنصره الحلوه دي. استقبلتوا الفرحه ازاي؟ واول كلمه قالها لك بعد الاعلان عن النتيجه وفوزه رسميا؟ لا، قال لي الحمد لله، طبعا دايما يحمد ربنا على كل شيء، والحمد لله على تعبنا، يعني هو مش عارف يقول لي ايه بصراحه من كتر الفرحه، يعني يمكن الدموع هي اللي كتمت كل شعوره من الفرحه دي. عايزه تقولي له هو معانا على الهوا؟ عايزه اقول له ان اولا يعني انت منور قناه الحياه وبمسي على كريم، وعايزه اقول لك الف الف مبروك لانك انت تستحقها وبجداره، والحمد لله ان ربنا نصرك يا كابتن احمد، كلنا فرحانين والشعب المصري وكل الناس كلها فرحانه لك بجد لانك انت تستاهل كل خير. ياسمين، ياسمين يا كابتن كريم،
البنت الاكبر مدام ياسمين، ازي حضرتك؟ في البدايه برحب بيكي، بقول لك مبروك طبعا نجاح بابا في الانتخابات، وعشتوا انتوا بقى كاولاده الفتره اللي فاتت ازاي، وقت الانتخابات بقى والضغوطات والقايمه وبابا رئيس لا بابا عضو، عشتوا الفتره دي ازاي؟ طبعا بمسي على كريم وبمسي على بابا وبقول لك يعني مبروك، وانت فعلا كنت تستحقها وتستحق كل اللي انت وصلت له دلوقتي، لان انت عشت فتره صعبه قوي عليك، عشت فيها كان عندك فيها ضغط كبير نفسي، ضغط نفسي، كل حاجه كمان كنا مضغوطين معاك، لان بابا عنده حب الزمالك ده يعني موجود جواه ما بيروحش ابدا، وهو كان كل همه ان هو كان عايز يدور على اي حاجه يعملها عشان يخدم بيها النادي، ولما جات له الفرصه ان هو يخدم بيها النادي راح ومفكرش ولا في منصب ولا فكر هينزل في ايه ولا فكر يعمل تفتيت في القايمه ولا اي حاجه، كان راضي ينزل باي منصب لمجرد ان هو معاه مجموعه ومعاه ناس عايزين يخدموا النادي، وهو شاف ان هو عنده جزء ان هو عايز يخدم بيه النادي وبس. تطلب ايه من بابا بقى كعضو لنادي الزمالك؟ ايه اللي بتتمنوه من المجلس الجديد لنادي الزمالك، وايه اللي بتطلبيه من بابا كعضو مجلس اداره؟ بطلب منهم ان هم ان شاء الله يصلحوا كل اللي فات، ويعني ويرجعوا لجمهور الزمالك الفرحه من جديد زي ما كان مديها لهم في 2014 لما كان عامل فرقه وكان جايب لهم لعيبه، وان شاء الله يرجعها لهم تاني باذن الله. متفائله بمجلس اداره الزمالك والقائمه الموحده اللي نجحت ان هي تقدر تخرج بالزمالك للعوده تاني للتالق والاسم الكبير اللي بينتموا لنادي الزمالك؟ طبعا متفائله بيهم زي ما كل الناس كانت متفائله بيهم، وكل جمهور الزمالك كان متفائل بيهم، وكل الاعضاء اللي ادوهم اصوات كتير باكتساح الحمد لله كلهم، وبابا كمان، فان شاء الله باذن الله يعمل حاجه كويسه للنادي. الف مبروك يا ياسمين. سندس، الله يبارك فيك. ازيك يا سندس؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ فرحانه طبعا ببابا وانه رجع نادي الزمالك كبير، طبعا اسم كابتن احمد سليمان كبير في نادي الزمالك طول عمره، لكن اكيد العوده المره دي ليها طعم حلو كده. انتوا كاسرته استقبلتوا بقى عودته ونجحوا في الامتحان في الانتخابات ازاي؟ والله انا اول مره اشوفه مبسوط من سنين، اول مره اشوف فرحه في عينه. طبعا بقول له مبروك وبقول له كل القايمه مبروك، وبسلم على كريم وشكرا ليه ان هو استضافنا النهارده معاه، وربنا يوفقهم كلهم ان شاء الله. عشتوا ايام الانتخابات ازاي بقى؟ اكيد تعب مفيش نوم، بابا كان بيتعبكم معاه في الانتخابات ولا كان بعيدكم شويه بقى عن الاجواء التجهيزات؟ هو بعيدنا بس هو اللي بيبقى تعبان، احنا بنبقى قلقانين عليه، مش عشان حاجه بقى، عايزاه ينام كويس، بس ما كانش بينام كويس، ما كانش بياكل كويس، يعني كان عنده ضغط شويه. بس فرق معاك ان بابا يكون رئيس مجلس اداره او عضو مجلس اداره، ولا الموضوع ده انت شايفه ان بابا حابب الزمالك في اي منصب؟ اللي هو شايفه مرتاح فيه هو يعمله، ده اللي انا شايف ان هو طول ما هو مرتاح في اي حاجه واصح ليه انا تمام معاه. طب انا عايزك تعلي صوتك شويه كده وانت بتقولي لبابا الرساله. انا صوتي واطي بس شويه معلش. صوتها واطي. طيب عايزه تقولي لبابا ايه بعد المجهود والفتره الصعبه اللي فاتت اللي كان واضح ان انتم متاثرين بيها اكتر من باباكم؟ يعني عايزه اقول له ربنا يوفقه ان شاء الله، ويكون حسن عن حسن ظن كل جمهور الزمالك وكل الجمعيه العموميه الفتره الجايه، وربنا يوفقه هو والقائمه كلها، والف مبروك تاني. بشكرك يا سندس. ساره، يمكن طبعا انا واثق ان كابتن احمد سليمان هيضحك اول ما الكاميرا تيجي على ساره، ان ساره يعني قعدناها بالعافيه بصراحه وعايزه تقوم. ساره انت مزعجه كده دايما، لكن اكيد انت واضح ان انت الاقرب لبابا. ها شويه. بابا الفتره اللي فاتت عاشها ازاي، والاجواء والانتخابات والظروف اللي كنتوا عايشينها كاسره الفتره اللي فاتت؟ وطول عمره عايش في ضغط بسبب نادي الزمالك، نفسه يكون متواجد ونفسه يكون يعمل حاجه يخدم بيها النادي، ودايما كان حزين على اللي بيشوفوا فيه، يعني دايما المشاكل والخناقات، ودايما سمعه النادي ما كانتش عجبان، دايما يقول لا ده نادي كذا كذا، لا هو بيبقى عايز ان هو يكون في قايمه مشرفه للنادي، ناس بتحترم اهلي، ناس بتحترم زمالك، ما فيش حد بيجي على حد، مفيش حد بيتكلم على حد، مش لازم نطلع ونتكلم على حد تاني، لا هو شايف ان لازم تكون في قايمه تمثل نادي الزمالك بطريقه كويسه. سعيده بعوده الاستقرار لنادي الزمالك؟ شايفه ان الزمالك كان محتاج هدوء بقى عشان النادي يقدر يرجع لسابق عهده بعيد عن المشاكل. نادي الزمالك اسم كبير، عوده بطولات بقى واستقرار، وسعداء ان الزمالك ان شاء الله هيبدا المرحله دي مع المجلس الجديد. ان شاء الله، وده احنا شايفينه كمان حتى في الانتخابات، حب الناس اللي جايه
المنتخب، محدش جاي يعمل مشاكل، مفيش خناقات، الدنيا كانت هاديه وكله بيسبورت كله. يعني القايمه بتاعه بابايا كانت بتسع يعني بتسبورت اي حد داخل الانتخابات، مفيش حد مش بيسلم على حد، كله بيسلم على كله، كله بيسبورت كله، في حب، سواء ده كسب مع ده، حتى لو ده كسب مع ده كلهم بيتحدوا مع بعض كحب للنادي. يعني لما بابا بيبقى متضايق كده الفتره اللي فاتت كنت بتقولوا له ايه او بتحاولوا تخرجيه من المود ده ازاي؟ قول له بس بقى بس بقى كفايه. طب بعد ما نجح بقى والفرحه الجميله اللي عشتوها تقولي له ايه؟ اول مره اشوفه مبسوط وانا فخوره بيه وفخوره بالاصوات اللي هو جابها، ويا رب يكون على حسن ظن الجماهير كله فيه، وانا فخوره بجد 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 ان انا بنته. يعني محمد بشكرك يا ساره طبعا، محمد او الكابتن محمد، ان شاء الله نشوف واحد من المدربين بقى الجامدين، زملكاوي جدا محمد، بقول لك مبروك. يمكن انت اكيد من اكتر الناس اللي حست ببابا الفتره اللي فاتت، واكيد اكتر واحد عشت معاه كل المواقف الصعبه، واكيد عشت معاه الموقف الحلو. استقبلت بقى خبر ان بابا نجح وان بابا رجع تاني نادي الزمالك كعضو اداره ازاي؟ لا طبعا كلنا فرحنا، يعني فرحه كانت مستنيانا بقالنا كتير من ساعه ما دخل الانتخابات من 7 سنين، يعني واحنا مستنيين الوقت اللي يخدم فيه نادي الزمالك ان شاء الله، والحمد لله. ايه اللي بتطلبه من بابا بقى كعضو نادي الزمالك، او ايه اللي مطلوب من المجلس بصفه عامه، وخاصه ان الزمالك الفتره اللي فاتت كانت الامور غير مستقره سواء اداريا او حتى على مستوى الالعاب، وخاصه انت مدرب كره قدم فاكيد كنت عايش وحاسس الاجواء الصعبه اللي بيعيشها نادي الزمالك. والله ربنا يكون في عونهم، عشان الزمالك دلوقتي الصراحه انا شايفها تركه تقيل قوي، النادي في ازمه صعبه، يعني ما مرش بيها بقاله سنين، والفتره محتاجه شغل، ربنا يكون في عينهم. يعني على قد هم خدوا كسبوا ثقه الجمعيه العموميه والجماهير في الانتخابات، على قد ما ده بيحملهم طبعا مسؤوليه كبيره وضغط كبير الفتره الجايه يشيلوا بقى النادي، يعني ان شاء الله. بابا دايما كان بيقول موقف كبيره في نادي الزمالك في موضوع المفاوضات بالذات في ملف كره القدم، ايه اللي بتطلبه من بابا بقى الملفات اللي يخلصها بسرعه كده؟ هم طبعا عندهم ازمه القيد، دي اهم اولويات المجلس فوت يخلصوها عشان يعرفوا يتكلموا في لعيبه، بس ان شاء الله الزمالك محتاج كواليتي لعيبه كبير يعني يعرف يتعاقد معاه، هو ان شاء الله نجح في الموضوع ده قبل كده، واظن يعني خبرته هتعرف تدير الملف ده بشكل ممتاز ان شاء الله. شايف ملف فتوح وزيزو ملفات مهمه هتقابل المجلس؟ فتوح وزيزو بالاخر كده عواميد الفرقه الصراحه، يعني لو ترس من تروس الفرقه لو اتشال منهم اي حد الفرقه هتتاثر جامد، فاظن قبل اي لعيب بيفكروا في التجديد لفتوح ويامنوا مستقبله مع النادي، وزيزو طبعا يعني النجم بتاعنا الجديد الصراحه. عايز تقول ايه لبابا بقى بعد الفتره دي؟ اقول له مبروك طبعا، واقول له على قد ما انت خدت اعلى الاصوات في الانتخابات ده برده بيحملك مسؤوليه قدام الجمعيه وقدام الجماهير، ربنا يكون في عونك عشان التركه تقيله ان شاء الله. محمد الف مبروك مره ثانيه، وزميلي العزيز كابتن كريم حسن شحاته، دي كانت اراء بقى وكواليس الفتره اللي فاتت اللي عاشها كابتن احمد سليمان مع اسرته الجميله دي، بنتمنى له طبعا التوفيق، بنتمنى التوفيق لمجلس اداره نادي الزمالك الفتره الجايه ان هو يقدر بالفعل يرجع نادي الزمالك الى الطريق الصحيح، طريق البطولات وطريق الاستقرار. بشكر طبعا اسره الكابتن احمد سليمان اللي بهنيه مره ثانيه من خلال شاشه كره كل يوم ومن داخل منزله، بنقول له الف مبروك يا كابتن احمد، ومستنيين منك الكتير ان شاء الله نادي الزمالك الفتره الجايه، وعوده ليك في الاستوديو كابتن كريم اتفضل. بشكرك يا مصري، بشكرك شكرا جزيلا، وبشكر طبعا اسره كابتن احمد كلهم اخواتي، يعني طبعا مدام هناء، طبعا مدام الكابتن احمد سليمان انا متربي معاهم يعني طبعا، وياسمين وساره وسندس ومحمد، اسره جميله ما شاء الله كابتن احمد، وباين يعني وانت بتتابع متاثر. ما هو طبعا ضغط جامد في البيت. لا ضغط، هم على طول بيبقى عندهم شغلهم الصبح، ولوني صاحب الساعه 7 وبتلقى تليفونات وبعمل تليفونات، وساعات بنفعل ساعات متضايق، فطبعا هم تحملوا كتير الفتره اللي فاتت ديت، وطبعا غير طبعا تحملوا الجانب الاصعب اللي حاجات ناس ما شافتهاش، الرحله اللي ابتدت من 2016 لدلوقتي، ان تفكيري في نزول انتخابات الزمالك مرت فتره كبيره جدا، وعاش المعاناه ديت، والاضرار في اضرار نفسيه واضرار ماديه واضرار على المستوى العام كانت سيئه جدا، انا ما كناش متوقعينها، بس الحمد لله كنا صبورين كاسره، وهم شايفوني اللي انا مع يعني كنت واقف مش هاممني حاجه، فهم خدوا القوه والباور دي، وانت عندك اسره وبنات لكن انت ما همكش في الاخر، لانك انت صح، انت نظيف،
رغم الاساءات الكتيرة اللي حصلت لنا، لكن الحمد لله هم عرفوا النهارده، ما كانوا بيعرضوا معايا كتير جدا هذا الموقف الصعب اللي وقفته، لكن هم عرفوا النهارده ان فعلا كنت عند حق، وكانوا فخورين في فيديو حتى على السوشيال ميديا. الفرحه بتاعتهم ساعدتني جدا، انا فوجئت ان حد مصورهم ساعه اعلان النتيجه والرقم بتاعي كانتخابي، فحسيت فعلا ان رديت لهم اعتبارهم وليا ولاسرتي هذه الانتخابات بالذات، يعني لما تعرضناه على مدار سنين كتير جدا اثبت ان احنا ناس محترمين فعلا. طيب رد على محمد بقى في اسئلته، بيقول لك انت عندك ازمه القيد، ايقاف القيد، عندك تجديد فتوح وزيزو وفي صبحي و... يعني هتعملوا ايه في الحاجات دي؟ محمد درجه ثالثه يعني. محمد مشجع انا عارف، بيروح الماتشات يعني على طول يعني. مع والد نصوحي يعرفوا بعض من زمان وكانوا بيروحوا ماتشات من صغرهم. كانوا في نادي الصيد، مجموعه الوايت نايز بتوع نادي الصيد، كان هو والد نصوحي كانوا فيها وبيروحوا الماتشات، فبرضه بيتكلم رامي نصوحي بيكلموا بلغه الجماهير طبعا، وده جمهور حقه علينا يعني. لكن احنا عندنا ملفات كتير جدا، هي ملف كره القدم. ان شاء الله يوم السبت او الاحد هيبقى في اجتماع مجلس الاداره. يوم الاحد انا النهارده قلت خلاص اعلن. خلاص ماشي الاحد رسميا، ده مش انا، ده مجلس اداره الزمالك اعلنوا ان اول جلسه بس انا يوم الاحد. ما بحبش اقول الحاجه، لا هم اعلنوا رسميا، لازم ادور الاعلام شويه، اقول السبت والاحد. لا هو الاحد هو اعلنوا رسميا، وانا قلت خلاص ان شاء الله الاحد الحضور الرسمي اول جلسه، اول جلسه ان شاء الله. اما ناخد تكليف رسمي من مجلس الاداره. وكابتن حسين لبيب تصريحاته قال ان الملف ده مع كابتن احمد سيد ملف طبعا، لكن برضه بتكلم معايا قلت له يا كابتن ما يطلع تكليف رسمي احتراما لمجلس الاداره كلنا طبعا، من الشكل العام بتاع المجلس، ومعايا زميلي طبعا اخويا اللي كان تلميذ يعني مدرب، كنت مدربه حسين السيد، شخصيه محترمه طبعا، والمجموعه كلها ناس محترمه. هنبدا نحط بلان الفتره اللي جايه، وعندنا خطه ايه ترتيبها، ست سبع بنود الفتره اللي جايه، اولويات ان شاء الله ربنا يكرمنا. يعني القيد ان شاء الله هتشتغلوا عليه على اساس ان هو يتفك في يناير. القيد جاي في يعني برقم اربعه. رقم اربعه؟ رقم اربعه. ايه رقم واحد وثلاثه وثلاثه؟ رقم واحد في جهاز فني لازم احقق له استقرار مالي وسوري كله بلا استثناء، زي سوري والجهاز يعني جهاز اوضه اللبس زي المدير الفني. لازم احقق لهم استقرار اداري ومالي وفني، واديهم سبورت قوي جدا، لان حصل بعض المذاكره الحمد لله، وحبينا رساله المره اللي فاتت صممنا القائمه كلها بلا استثناء ان نحضر المباراه، وصلت لهم الرساله ان احنا موجودين. تاني حاجه اللعيبه المحترمه اللي حاليا اللي هي تحملت واليوم مستحقات، لازم الناس تعرف اليوم مستحقات من السنه الماليه السنه اللي فاتت والسنه الجديده لسه ما خدوش فيها حاجه خالص، فدي دول يعني دول سلاحنا ودول ايدينا واسناننا في الملعب وبره الملعب، وهم دول القوه الاساسيه بتاعتنا، لازم يكون ليهم شيء مهم جدا. الجزء الثالث اللي هو عقود اللعيبه، في لعيبه عقودها قربت على الانتهاء، عدد بيعدي 8 على ما اظن، 8 او 9، فيهم اسماء تقيله جدا، شيكابالا النجم الكبير بتاعنا وفتوح وصبحي وعواد واوباما، اسماء تقيله في الفريق طبعا. نبدا نفكر في موضوع القيد، ويبقى ان شاء الله التدعيمات لو قدرنا نلحق في يناير هيكون بنسبه كبيره، يعني نقدر نشوف احتياجات المدير الفني ايه، هيبقى لنا قاعده مع او عندنا بعض الفكره اللي الفريق محتاجه ايه من خلال الراجل، لكن احنا ده المهم دلوقتي مستحقات الجهاز اللعيبه، لان هم دولت انت احنا جينا مستحقات اللعيبه، احنا جينا في الموسم ابتدى راضيين ام لم ترضى، هم دولت مستمرين لنهايه الموسم. ايوه مستمرين لنهايه الموسم، في خطط ان شاء الله هتعلن رسمي باسلوب معين وبطريقه معينه، والناس هتشوفها تدريج يعني. لكن الناس تعلم جيدا، اللي انا عايز اطمنهم ان من اول الكابتن حسين لبيب حتى رامي نصوحي اللي هو اصغر واحد سنا، كلنا ظهر فريق كوره وظهر العاب كتير جدا والمراحل الاجتماعيه، هنقاتل بكل الطرق ومعطينا القوه اللي احنا بسرعه جدا، عندنا اربع بطولات، عندنا دوري وعندنا اتنين كاس وعندنا بطوله افريقيا، لازم اكون اقل حاجه واخد 70% من هذه البطولات، هو ده ايمج نادي الزمالك اللي احنا بنسعى ليه. في ظل الظروف الصعبه دي الزمالك يقدر ينافس؟ نحاول، معانا رجاله. احنا شفنا، انا كنت سعيد بماتش افريقيا، انا حضرت ماتش افريقيا ماتش ارتا سولار حضرته، سعدت ان في ناس عندها روح عندها حماس غيره، في ناس تقيله في الفرقه زي شيكابالا ليه اسمه زي زو، ناس قديمه دي بيحمس الولاد وبيديهم عايزين يثبتوا ذاتهم، يعني فرحة شيكابالا المرة اللي فاتت بملايين الجنيهات مع الجمهور، النهارده باخد ملايين الجمهور بيسبني او مش بسعدوش،
فدي ليها فلوس ليها تقدير قوي جدا على اللاعب. الجزء الحماسي طبعا مش كده، لازم برضو تريحه نفسيا وتريح الناس نفسيا. الجزء الثاني عندنا اثنين الكاس، عندنا ماتش مع بيراميدز، بيراميدز الدور قبل النهائي ولسه قبل الكاس الجديد، والكاس الجديد، كل دي بطولات مهمه جدا وده اللي بنسعى ليه يعني. فان شاء الله كنا احنا نحاول بكل السبل نوفر لهم احتياجاتهم عشان نقدر نحسبهم في الاخر يعني. طيب لسه بيقولوا لي دلوقتي النادي الاهلي كان بعت تهنئه دي صورتي معاك في الانتخابات يا كابتن يوم الانتخابات. اه طبعا انت الناس بس يعني تبقى عارفه انا كنت بساند القايمه، كنت واقف جنبكم. اه انت وقفت انت معانا ساعه وشويه وكلمت وناس سلمت عليك وتصورت معاك، وانا في بدايه الحلقه شكرتك على الدعم والسبورت، وده اللي انا عايزه. مش عايزك عشان تشكرني بس، عشان في ناس قالت لي انت مع مين، فدي صورتي يوم الانتخابات واقف جنب القايمه وجنب كابتن احمد سليمان. والله ما انا عارف انت زملكاوي ومتربي في نادي الزمالك، ويعني وطالب الفترة اللي جاية منك انت شخصيا ان احنا انا طالب فعلا النادي الزمالك محتاج المساند الاعلامي. اديني حقي، اديني حقي طبعا نادي الزمالك وكانت اعلام، اديني حقي كانت اتحاد كورة، اديني حقي كلجنة اولمبية زي وزارة الشباب عشان اقدر ابقى سبورت في معاك كاجهزة واعلام. طبعا لكن طبعا اعلام هدام لا، اعلام غير محايد لا، طبعا تحكيم غير محايد لا، اتحاد لجنة المسابقات لا، هيبقى لنا مواقف ومواقف قوة. طيب لسه من شويه كان يعني في من بعد الانتخابات مباشره النادي الاهلي بعت برقيه تهنئه لنادي الزمالك وانديه كتير في مصر بعتت برقيه تهنئه لمجلس اداره نادي الزمالك الجديد. من شويه طلع تصريح من اداره الزمالك ان اداره الزمالك بتدعو المسؤولين في النادي الاهلي ان هم يجوا يزوروا نادي الزمالك ويعني يكونوا موجودين. يعني نقراها كده مع بعض، هتقالي هنا على الشاشه بس الكبيره عشان نشوف. بص يا كابتن، تلقى مجلس اداره نادي الزمالك برئاسه الكابتن حسين لبيب بكل الامتنان تهنئه النادي الاهلي بتولي المسؤوليه، وقد عبر المجلس اللي هو مجلس الزمالك عن تقديره لهذه المبادره الطيبه، ووجه الشكر الى مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب، وقام بدعوته للزياره بمقر نادي الزمالك تاكيدا لقيم الروح الرياضيه ولما فيه صالح الرياضه المصريه. ده شيء تعليقك طبيعي. ايه؟ ده شيء طبيعي، ده شيء طبيعي اللي عمله النادي الاهلي واللي احنا بنعمله دلوقتي البيان دوت، ده شيء طبيعي في كره القدم. في الاخر احنا روح رياضيه ومنافسه في الملعب. صح، منافسه لا ناخد لعيب من البنك الاهلي وهو ياخده يقاتل، لكن احنا ناس انديه محترمه كلنا بنسعى، الاهلي والزمالك والاسماعيلي والاتحاد دول كله بيلعبوا منظومه لمصر، منظومه احنا اجزاء بتساعد لمصر، فده شيء طبيعي ان النادي الاهلي يهنيني وانا هنيه وانا ازوره ونتواصل. وتلقيت تليفونات اتصالات من اعضاء في مجلس النادي الاهلي على علاقه شخصيه بيا، وشفت هاني بيرزي وبيجي له ناس بيكلمه واحنا قاعدين وناس بتبعت له رسائل، هو ده الشيء الطبيعي. يعني نقدر نقول عهد جديد في العلاقات ما بين الزمالك والاهلي، هو مش جديد، هو كان قديم ولكن الفتره فات كان في توتر كبير طبعا، ولكن نقدر نقول عوده الروح الحلوه ما بين الناديين الكبار في مصر، الزمالك والاهلي، الاهلي والزمالك. طبعا انا عارف ان هم ان النادي الاهلي يعني عايزين يجوا يزورنا باركونا، لكن من معلوماتي ان الكابتن خطيب ربنا يشفيه عنده علاج طبيعي، فعايز يتمنوا ان مش عايزين يجوا بدون من غير كابتن خطيب. خطيب طبعا ده لنا شرف، نتزاور واحنا في كاس العالم قاعدين في الاوتيل ومعايا كابتن حسن حمدي وانا معايا كابتن حسن شحاته وحسن مصطفى والخاكونا، بنقعد مع بعض وبنفطر مع بعض، ده شيء وارد بالنجوم. أيوة. وبعديها فده الاساس. والنهارده انا يعني كان لسه حوار مع احدى المسؤولين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، قلت له انا بفكر وكلمت بدات اتصالات بفلسطين عشان نعمل، احاول اخد مبادره ان شاء الله بدأ فيها النادي الاهلي ان احنا نعمل مباراه مع منتخب فلسطين كوكتيل بين الاهلي والزمالك. حلو. في مصر يعني. في مصر فهم لسه كانوا في حته وراحوا الاردن. ايوه. اتصلت عملت اتصالات امبارح مع الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، دي أول مرة بقولها يعني، إن إحنا وهعرض على مجلس الإدارة يوم السبت الزمالك يوم الأحد، يوم الأحد ماشي أصل أنا عايز أطول الإعلام دايما خلاص النادي أعلن خلاص ماشي إن أنا هعمل مبادرة، وكلمت بعض الأعضاء اللي إحنا منتخب فلسطين يقدر يجي لنا هنا امتى؟ واخد بال حضرتك لو كان كده ونعمل المباراه. فاكر قبل كده الزمالك راح لاعب فلسطين؟ فلسطين صح؟ لكن اقل حاجه في الرياضه احنا عايزين ندعم الشعب الفلسطيني طبعًا في منحته، كل واحد في مجاله طبعًا، السياسي في مجاله والرياضي في مجاله والفنانين زي ما عملوا طبعًا. ان احنا الاهلي والزمالك بعد ما يجوا طبعا مجلس اداره النادي الاهلي لو شرفونا في نادي الزمالك هعرض عليهم ان احنا نجيب النادي نجيب منتخب فلسطين ونعمل كوكتيل من مباراه بين الاهلي والزمالك ضد منتخب فلسطين، او نعمل مباراه كوكتيل بين الاهلي والزمالك
لصالح داخلها لصالح فلسطين. طيب. وده اتمنى طبعا ان هذا الموضوع يعني ينول كالنادي الاهلي ونشوف مع اتحاد الكره لو معاد حتى اليوم كده استعراضي وتبقى في الاستاد حاجه دعم لفلسطين بقوه لانهم محتاجين كل دعم الشعب العربي والاهلي والزمالك انديه رائده في الرياضه العربيه والافريقيه. رساله تكون واضحه جدا لكل الناس. طيب هنطلع فاصل ونرجع اسالك اسئله سريعه كده. الحلقه ماشيه كويس. ما حلو اسئله سريعه ما فيهاش حاجه والله. انا النهارده على فكره بنحتفل معاك. انا مش عايش مع بعض. انت شايف انا قلت لك حاجه قبل 4 سنين. اطلع فاصل ونرجع نكمل مع الكابتن احمد سليمان. طيب نرجع تاني مع كابتن احمد سليمان. امبارح رحت مع اداره الزمالك استلمت النادي ولا ما رحت النهارده؟ رحت النهارده. هو مش عايز اروح برضه يعني كان الاستلام ده بتاع النواحي القانونيه والماليه. لا الاستلام بيبقى رئيس النادي وامين الصندوق لكن احنا سبورت قوي. فتواجد امبارح كابتن هشام نصر وتواجد مجموعه كبيره يعني كابتن حسين لبيب كان موجود امبارح. حسين لبيب والنهارده والنهارده كابتن حسين لبيب اجبرني ان اروح. كابتن حسين كان ماشي النادي زعلان امبارح. لا هو الورق قال لي بس بكره هيبقى مع هيجي. لا يعني لقى ان الوضع اللي هو بيستلم بيه النادي. لا 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 والله مش عارف كان في شويه. ما انا عارف التفاصيل. انا مش عايز. لا احنا عارفين كل حاجه. عارفين حاجه من شهور مش دلوقتي يعني. لازم نعرف احنا عارفين يعني. ايوه واخد بالك. فلكن النهارده برضو راح مجموعه من 6 7 كله سخن يعني عايز يعمل حاجه. أيوة. متحمسين جدا وبتاع حتى بكره وبعده. لكن النهارده زي ما اقول لك اعلنوا الاجتماع الرسمي يوم 11 يوم الاحد. لكن كل الناس مستعجله وفي نفس الوقت يعني ممكن يوم الخميس كمان نروح نشكر اعضاء الجمعيه. هو اكتر يوم زحمه لان فعلا الناس اثبتت ان هي حبا للزمالك. اديتنا سبورت كويس. كان على المستوى الشخصي انا برضو الوقفات اللي بينا وبين بعض ترابيزه الكوره يوم الجمعه اروح لهم بعد الصلاه. طبعا ترابيزه الكوره اهم حاجه في نادي الزمالك. دي مجموعه كبيره. محمد ارباب بقى وايدر ومجدي ايدر ومجدي ايدر ومجموعه كتيره استاذ ابراهيم ويعني استاذ عبد الحليم. طب مجموعه كبيره جدا. وعبد الله دول يعني الزملكاويه الاصال بقى بتوع زمان يعني. عبد الله عدل وابراهيم عدلي ومجموعه كتيره يعني ناس عشره. فهم دول الترابيزه. هتروحوا بقى النادي تشكروا الاعضاء على الثقه دي والمسانده. طبعا وبتاع ونقفل بقى نبتدي بقى من مجلس الاداره الشغل الجد يعني. ولكن في تحركات في حاجات تانية يعني اتفقنا عليها النهارده وامبارح على مستوى 6 اكتوبر على مستوى النادي الداخلي يعني هنشتغل في جزء اجتماعي جزء رياضي جزء تنظيمي حاجات كتير جدا يعني الخطوط عشان ان شاء الله يوم الاحد تبقى انطلاقه اول اجتماع للمجلس موجوده. بس هو ده الوضع يعني. الفتره اللي فاتت يعني بالنسبه لاحمد فتوح عقده بيخلص والاهلي كان داخل شويه بس سمعنا تصريحات بعد الانتخابات ان خلاص يعني محدش هيقرب لفتوح من النادي الاهلي. لا ما هل يعني في لعيبه في الاهلي هل ممكن الزمالك يجيب لعيبه من الاهلي او يفكر انه يضم لعيبه من الاهلي زي احمد عبد القادر مثلا عمرو السولي عقده هيخلص علي معلول عقده هيخلص مثلا يعني ولا هيبقى في حاجه ما بينكم ان محدش يقرب للتاني؟ لا انا اتمنى طبعا ان الاهلي والزمالك سقف العقود اللعيبه تبقى معقول تبقى. انا يهمني حاجه اي نادي لما بيجي يبتدي حاجه بيعمل حاجه اسمها الميزانيه. ايراداتي ايه ودخل ايه ومصاريف. للاسف الاهلي والزمالك اللي هم اكبر ناديين الميزانيه بتبقى سلبي. بالماينس. واخد حضرتك يعني المصروفات اقل من الايرادات. وده مش في كره القدم. لا المصروفات اكتر من الايرادات. وده مش في كره القدم ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا اي حد ولا ترجي التونسي. نفسي ميزانيتي نفسي ويعني ودي برضو ممكن يعني تيجي اكتر من وزاره الشباب والرياضه. مش هيبقى في شركه كوره؟ ان شاء الله هنبتدي فيها باذن الله بافكار تانية كتير جدا يعني. هيبقى فيها عندنا ناس بيفهموا في موضوع الشركات. استاذ عمرو ادهم استاذ هاني برزي هاني شكري على المستوى الفني انا وحسين وطبعا الطبي بتاعنا كابتن حسين لبيب برضه راجل بيزنس مان. فالدائره دي كلها مع استاذ محمد التريف في الاستثمار. طبعا يعني في حاجات المجموعات عملت تعمل حاجات كتير قوي على المستوى الانشائي على المستوى الاداري على مستوى العاب الصالات على مستوى النشاط الرياضي. في حاجات احنا 12 واحد وعايزين زينا 100. ايوه
عايزين 100 لان النادي جعان جدا وعايزين كل الناس تجرب بباور قطاعات الناشئين في الالعاب الجماعيه من كره القدم للسله للطايره. عندنا قوه بشريه دلوقتي لازم نستغلها، احنا عندنا حوالي 140 الف عضو لازم تستغل هذا العدد من اولادهم للناس اللي لهم ادوار، الناس الاعضاء اللي هم لهم مناصب في النادي. تضاعف قوي يعني اعضاء نادي الزمالك على مساحه على فرع واحد يعني. فرع واحد، ما دي اللي هنسعى ليه، احنا على طول على هل في عضويات مش مظبوطه؟ هل العضويات كانت كله ارتبطنا بال في الاخر طبعا في فحص، لكن احنا ارتبطنا بالجمعيه اللي فاتت دي بالناس اللي مش مسدده الضريبه المقاومه. الجمعيات العموميه لازم تكون مسدد داخل الزمالك عليك. كان اخر يعني القيمه المضافه؟ في قيمه مضافه، في ناس كتير، في ناس دفعت، لا في ناس سددت كتير. اول ما جبنا قرار من الدوله بخصم مع وزاره الماليه ووزاره الشباب يدفع 50% والباقي 25 25، ناس كتير جريت وساعت ودفعت. عشان كده الرقم وصلنا 102 يعني الكشوف كلها كان 102، ده عدد كبير. وجي اكتر جمعيه عموميه في اي مصر تقول لي 47 تقول لي 50، الكلام الاونطه ده مش موجود. مفيش جمعيات في مصر عدت 30%. على هو بس عدوا فين؟ في 2017. ماسك في ماشي. طيب خليني اسالك اسئله سهل. انت ما رضيتش عليا في السؤال بتاع ان ممكن الزمالك تجيب حد من الاهلي ولا ما؟ لا يعني ما احنا عايزين حاجه تضامنيه يعني. ان احنا لو الاسعار عاديه ايه؟ معاهده سلام. لا الاسعار عاديه ماشي، لكن النهارده الصراع طبعا وكله بيستغل، وانا مش هتاثر. بص ولا حاجه، انا احمد سليمان لا لو في لعيبه فري مثلا هبص لمصلحه ما حصل قبل كده بدون اي مشاكل. ايمن شوقي وعبد الجليل وزكريا ناصف واخد بالك، كان الاهلي سواهم فري ما فيش مشكله، انا محتاجهم دايما مصلحتي واخد بالك، مصلحه نادي الزمالك هي الاساس في اختياراتي او في تصرفاتي. لكن مش هيبقى في خطف لعيبه من الناديين يعني؟ بالتالي هي مش موجوده دلوقتي، مش هتبقى موجوده، مش هتبقى موجوده. هي كان وصلت لمرحله عناد ومرحله كذا يعني. احنا النادي الاهلي خد مننا لعيبه وبقينا بينهم بعض قضايا، احنا خدنا لعيبه من نادي الاهلي وما لعبناهاش، وزي مثلا عبد الله السعيد. يعني القصه لازم بقى نبقى نضج وعاقلين. كل النادي الاهلي ياخد لعيبته اللي هو محتاجها. احنا نختار والمستوى النهارده اللعيبه والدرجه الثانيه لازم درجه اولى تبقى لازم دوري قوي. ويعني انا مستعد ان اقلل الاجانب، مستعد ان نقلل نوصل ل 25%، لكن طبعا في حجه للاهلي والزمالك وبيراميدز، انت بتشارك في بطولات عربيه وبطولات فهم محتاج، لكن ممكن اللي هم طالعين من تحت السن بقى شويه لازم كل اللعيبه بتلعب. اهم حاجه لعيب كره القدم وجوده في الملعب. واهم حاجه تثبيت اللعيبه لك. طيب خلينا اسالك في قصه كهربا. الزمالك موقفه هيكون ايه؟ هيقدر يحصل على الغرامه بتاعت كهربا دي ازاي؟ يعني الموضوع مطول قوي. نشوف استاذ عمر ادم مطول الملف دوت ونشوف حقنا هنجيبها ازاي. دي في الاخر كان لعيب كان عندنا وسابنا ومشي، والمحكمه حكمت لينا زي ما دلوقتي ما احنا مدبسين في احكام. زي ما انا ليا الكهرباء 2 مليون انا دلوقتي عليا دلوقتي عشان افك القيد ادفع 2 مليون دولار وشويه. ايوه السبورتنج لشبونه سبورتنج وكذا حاجات ثانيه كذا حاجه كلهم. وفي موضوع خالد بوطيب يعني حصل استئناف على 1.9 مليون ممكن يعني شويه، لكن فك القيد معدل 2 مليون دولار. واخد بال حضرتك؟ فدي برضه زي ما انا عليا، ما انا ليا عليا في كهرباء، فزي ما انا بتحاسب وبدفع هدفع اللي عليا وما بطلعش. ممكن تاخدوا فلوس كهرباء ال 2 مليون دولار وتفكوا بيها القيد؟ مش مشكله، يمكن اجي اجيب بيها باتفاق مع الفيفا مثلا ولا حاجه مع الاتحاد الدولي. ما اعرفش الملف استاذ عمرو ادهم لان هو ضليع جدا في الملف دوت، وان شاء الله انا اقعد معاه يعني. بس ان شاء الله بعد يوم السبت كده يستلم الملفات دي كلها ونشوف الحلول. هل نقدر نقسط الفلوس اللي علينا بره السبورت لشبونه؟ هل لازم تكاش؟ هل الكلام ده كله؟ فداخلين المطبخ بقوه يعني. طيب كابتن احمد سليمان معروف عنه ان هو رجل جنرال الصفقات صح؟ الصفقات 2014 ده محمد ابني بيقول الصفقات. مين اللعيب اللي كابتن احمد سليمان يتمنى انه يضمه لنادي الزمالك؟ حاليا يعني؟ حاليا. يعني شايف اللعيب كويس جدا بس هو مش هيرجع نادي يعني. يعني مثلا هو رمضان صبحي. رمضان صبحي. رمضان صبحي لو يرجع نادي الاهلي ده بيته، بس هو انا شايف انه مش هيرجع الاهلي. مش هيرجع. فرمضان لو يجي الزمالك يبقى خد بالك، مهما يكون انت لعيب الكوره المميز الحريف بيحب بيلعب لقطه الجمهور يهيص له. جمهور الزمالك بيحب الكره الحلوه. يعني شوف شيكابالا النهارده بقول لك مثلا شيكابالا شويه هيتم تجديد له سنه فعلا. انا قلت الخبر ده امبارح طبعا يجدد طبعا شيكابالا ده انا سامع المنتخب عايزه يعني. منتخب مصر بيفكر فيه في فيتوريا في بطوله الامم دايما الاعمار الفريق احنا عندنا الحمد لله من
من 22 حتى سني الشاغبالة. ايوه. المراحل اللي في الفرقه وده اللي هنعمل عليه الفتره اللي جايه، ان المراحل في الفريق بقى فيش ولا شباب قوي ولا كبار قوي، لا في تدرج في الفريق. واخبار حضرتك في اجيال مختلفه، في اجيال مختلفه، الخبرات والشباب والصغيرين والوسط. وفي ناس، انا احمد عيد عبد الملك في 2014 جاي ياخد عقوده اللي فلوس قديمه في النادي، قلت له فين انت هتقعد؟ قال لي يا كابتن عايزين، قلت له هتنزل نص ساعه زي ما بتنزل ماتش البرازيل كده. ايوه. فاكر ماتش البرازيل لما نزل نص ساعه قبل الماتش؟ فعلا كان بييرو بينزله نص ساعه الاخرانيه، كان بيقلب كسب الفرقه، كسب الفرقه. في لقطات انت محتاج لعيب يعني. دلوقتي شيكابالا بسم الله ما شاء الله، يعني انا بشفق عليه لان الراجل كمان حتى بيديله ده الماتش كامل الوحيد، بيغير بالخمسه. صح. ما بيغيرش شيكابالا الماتش اللي قبليه بيغير، فهو عارف ان واحد تقيله فعلا في لحظه صنع جون وجاب جون. بالظبط بالظبط. مين حارس الزمالك الاول دلوقتي، عواد ولا صبحي؟ وانت بقى راجل مدرب حراس مرمى بالتخصص بتاعك. الاثنين مستواهم قريب، لكن ده بيصاب، لكن ما يفرقش معاك عواد او صبح الموجودين، المسافات قريبه، وده لازم في الاهلي والزمالك واحد واثنين قريبين في بعض، قريب جدا. افتكر اكرام وثابت، افتكر حسين السيد ونادر، هو ده لازم قريب. زي في منتخب مصر كنت بجيب عصام الحضري وتحتيه عبد الواحد، والثالث مثلا كنت بجيب محمد صبحي، يعني مستوى مش اعلى منهم. أي. بس بيرتضي ان يكون ثالث. لكن واحد واثنين في الاهلي والزمالك. الزمالك النهارده محمد صبحي بتاع الاسماعيلي، بتاع الاسماعيلي. تمام. حارس مرمى مميز، بس لما عوزه بعد الاصابات الاثنين الاقيه، واخد بال حضرتك؟ لكن طبعا انا يعني انت شايف عواد وصبحي قريبين جدا من بعض، قريبين من بعض. ودلوقتي التدريب هو شيء مهم جدا في حراسه المرمى. لو نفتكر عصام الحضري تاريخه كبير كله في 33 سنه من 2006، ما وشوف قعد عديها، قعد حوالي بعديها 16 سنه يلعب. ايوه وشوف عمل ريكورد عالي جدا يعني. مين حارس مصر الاول دلوقتي؟ حاليا هو محمد الشناوي. محمد الشناوي. محمد الشناوي. لكن طبعا اللي انا كنت اتمناه وخدته وانا اخر معسكر، انت فاكر في ماتش جنوب افريقيا، كان احمد الشناوي. ايوه. وجبته في 2014 حارس الزمالك، والصراحه قاتلت عليه. وبرضه مشكور النادي المصري، كان عندهم وقدرنا ناخده، وكان ليه دور معانا في بطوله الدوري يعني. طيب اخر حاجه بقى بسرعه، هتعملوا يعني مشكله احمد عيد واحمد ايمن منصور مع النادي المصري، هل في اتصالات ما بين الادارتين؟ يعني النهارده بدانا نتكلم. بدات تتكلم مع اداره المصري. هم كلمونا وان شاء الله خير. النادي المصري اللي عايزه مننا هنعمله له. شايف في حراس كتير مرمى قوي في الساحه، يعني مجلس الاداره دلوقتي فيه كابتن احمد سليمان وكابتن حسين السيد عبد الواحد السيد مدير كوره، محمد عبد المنصف طبيعي ان هو مدرب حراس مرمى. يعني في حراس مرمى كتير يعني الفتره دي. في الاداره وفي النادي. افتكر تاريخي اللي كنت بقول زمان، يعني المركز ده ليه شخصيه معينه. ايوه. شخصيه قياديه وشخصيه مجنونه. ما فيش وسط. مجنونه وقياديه. وقياديه. مجنونه عشان هو بيلعب ضد 21، ال 11 اللي بيلعبوا قصاده وال 10 بتوعه ممكن يجيبوا جوان. شخصيه قياديه ان هو بيقدر يدير كل القصه دي من الخلف. فدايما ثابت البطل عصام عبد المنعم ربنا يديله الصحه. نادر السيد حسين دلوقتي في الاداره، انا برضو بس ما جننتش وتعاقل شويه. فدي موجوده بنسبه كبيره جدا. دايما القياده دايما في مراكز زوف في ايطاليا. أيوة. بوفون دلوقتي لغايه دلوقتي، وعصام الحضري مسك مدرب منتخب ايطاليا بوفون. بوفون الحضري في سوريا دلوقتي. في سوريا دلوقتي مكسر الدنيا، مش عارف. انا في امريكا الاستلام بركه، ولا انا في امريكا والله الله بيعمل ايه في امريكا. حبيبي كابتن احمد الف مبروك، كان وقتنا خلص والله، ولسه عايز اسالك خلاص جمهور الزمالك بقى عايز فكره ثانيه خالص. مفيش يا كابتن، الكلام ده سيبك منه، يعني في ناس معينه كانت بس لا 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 يعني عملت الزيطه دي ان شاء الله، لكن خلاص مش موجودين. انا عارف انت راجل زملكاوي ومحايد برضه طبعا. لا احنا في قناه الحياه هنا لازم نبقى محايدين مع حبي طبعا وتقديري. بس سنة طبعا اكيد لازم لازم الزمالك. لازم حبيبي. حبيبك كابتن احمد بشكرك والف مبروك ليك ولكل مجلس اداره نادي الزمالك، وان شاء الله مساندين وداعمين ليك، وان شاء الله وتعملوا حاجه ترضي جماهير واعضاء نادي الزمالك الفتره القادمه ان شاء الله. شكرا على الحلقه الجميله واستضافت العيله، وان شاء الله دايما مع بعض باذن الله. حبيبي كابتن، شكرا كريم. الجاكيت الابيض حلو مع لا اتفضل ماشي مع الانتخابات والزمالك. الجاكيت ده بتاع 2014 كنت البسه في الانتخابات اللي فاتت. وبعد كده لقيت الجو حر جدا، حطيته في العربيه بس. انت كنت لابس ابيض برضه، لابس قميص ابيض. اشكرك يا كابتن احمد والف مبروك، وبشكر كل طاقم العمل، ونتقابل على خير بكره ان شاء الله.